والستين للاحتفال الوطني للتاجر المصادفة ل28 من كل سنة تحققت إنجازات كثيرة عظيمة كتبها التاريخ في سجل من ذهب وكذلك محطة حاسبة في تاريخ الثورة الجزائرية وكذلك فشل كبير في مختلف الأنشطة الاقتصادية إذا هكذا تجند الجميع من أجل إعطاء قيمة مضافة لهذا العمل النبيل وكذلك لطرد الاستعمار وكذلك
للتضامن بين أفراد المجتمع حتى يكونوا لحمة واحدة. إذن أيها السادة.